لا تراقب الناس وانت تاكل، لا تراقب الناس طالع هذا الشيء قاعد ياكل وهذا الشيء قاعد ياكل. يذكرون عن عبد الملك بن مروان انه كان ياكل ومعه يعني ضيف اعرابي او شيء كان ياكل معه، فالتفت عبد الملك الى هذا الاعرابي الذي ياكل معه واذا اللقمه فيها شعره، سقطت شعره من اين؟ من لحيته، من الطباخ، من كذا. المهم ما تلقون شعر مرات من الاكل مثلا، طيب وجد شعره في الاكل، فهذا يبي ياكل اللقمه فشاف الشعر عبد الملك فقال انتظر. التفت، نعم. قال شعره في الطعام؟ قال اعوذ بالله، تراقبني حتى رايت الشعره؟ هذا وين راح هذا العرابي؟ قال تراقبني حتى رايت الشعره في طعامي؟ والله لا اكلت معك. فقط اللقمه وقام زعلوا وقام. فالمهم الانسان لا يراقب الناس وهم ياكلون، لا تراقبنا، هذا اكل كثير، هذا اكل قليل، هذا ياكل بس ياكل لحم، هذا بس، لا تطالع الناس، اكل ما يكفيك وقم. فالانسان لا يراقب الناس في الاكل، قالوا يغض الطرف عن، لان هذا يحزن البعض، يحزن يمكن بعض الناس ما يحزن، ما يحزن ما في مشكله، لكن بعض الناس يحزن اذا راك تراقبه وهو ياكل. بعضهم وسواسي بعد، تراقبه عطاني عين، لا صار في شيء عوره بطنه ولا شيء ولا كذا، قال ايه فلان عطاني طالعني وانا اكل مثلا، فانت صك الباب لا تطالع احد وهو ياكل. نعم.